فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض المساجد يكون الأذان عن طريق أشرطة مسجلة، فهل هذا الفعل مشروع؟ لا، هذا ما هو بأذان. الشريط ما هو مؤذن. الأذان عبادة لازم يؤديها مسلم، لازم يؤديها مسلم مكلف. الشريط ما هو مكلف ولا تصح منه العبادة، ما هو مجرد انه حابس للصوت فقط. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.